النهارده لعبت لعبه فورتنايت مع تيكو وكان معانا حبشي بس وقع مننا تقريبا. كنا بنلعب لمود الامانج اس الجديد اللي جوه فورتنايت ومش هتصدقوا مين كان القاتل وايه اللي حصل معايا والتحقيقات بتاعتي وفي الاخر ظلموه. في هري كتير حصل في فورتنايت النهارده. فتاكد حط لنا لايك وانت اشتركت في القناه انت ما اشتركتش فيه. هتلاقي الانستغرام بتاعي تحت في الديسكربشن ويلا بينا بقى نخش. ماشي ده حوار. ما مش راح اتفرج. ماشي انت صص. طب انا عملت ايه؟ طيب يعني ده انت لو فتحي بس مباشر يعني ده يا جدع انت عايز ايه؟ صص كلهم صص. طيب يا ربنا يكرمنا وليه ونعمل التاسكات بتاعتنا. انا بتمشى جنب واحد كده. انا بعمل تاسكات اهو. انت عايز انا حاسك انا حاسك صص قوي يا عم. انا بعمل تاسكاتي والله والله بعمل تاسكاتي اهو قدامك قدام عينك. حرام عليك انت مش شايفني ايه ده؟ في ايه؟ انا في حاجات عم عماله بتعمل اشتغل وحاجات عماله بتفصل. ايه ده؟ هو انا اللي جثه. ايه ده؟ انا شغلت الكاميرا الحمد لله. انا شغال إيه؟ عامل تاسكات الكاميرا. انا شغلت الكاميرا. كان في كاميرا عطلانه كده رحت شغلتها ضربتها بالقلم راح تشتغل. انا مش مرتاح. مفيش حد هنا. في حد هنا شكله صص جدا. انا مش مرتاح تقريبا يا تيكو. لو انت مش الامباستر هيستهدفوك انت تقريبا الله اعلم. ايه ده؟ انا بطلب اكل. ايه ده؟ يا لهوي. لا ما بحبش دي خالص. ليه الهزار. مع السلامة يا استاذ انانيمس. مع السلامة ربنا يخليك. ايه ده؟ عيب. السلام عليكم. زي ما انا امبوستر. ايه ده؟ انا طلعت صح. فيكتوري. ايه الهبل ده؟ انا اللي مت والله. ما كنت فاكر مين اللي قتلني اصلا والله. انا عملتها كفته طلع امبوستر. فيكتوري من اول راوند كده. فيكتوري يعني في احتراف يا جماعه والله. حلوه ماينكرافت. يلا يابا جاهز. يلا يا باشا جاهز. يلا الله عشان ربنا يرزقنا يا رب. يعني ستوك امو ولوب اوف لاين. نروح فين بقى؟ نتمشى. ودي فين دي برضه؟ كومبليت. ما انت هتلاقي عندك في المابا كده هتلاقي عندك كاتب لك يقول لك امشي هناك روح اعمل حاجه ارجع هناك اعمل حاجه كده. لقيت موزه. ايه ده؟ ده فعلا. بص بجد إيه بص انا مدرك ان هم سارقين المده من امانج اس. ايه ده؟ في ايه؟ اي حد. ما تقفش جنب اي حد. ما تقفش جنب اي حد خالص. انا مت بالطريقه دي على فكره. عملوا ديسكايز كده خلوا كل واحد شبه التاني. انا دلوقتي موزه مثلا. عمروس اورس اورس اورس. انا رقصت. هم رقصوني. هم جيهم رقصوني يا بيه. رقصوني حزب الله ونعم الوكيل. خلي بالك بقى عشان شكلهم كده هرقصوك انت كمان يا تيكو. ايه ده انا خايف. ده جه منين ده؟ يكتيك. ايه ده؟ في ايه؟ هيرقصوك وهترقص دلوقتي. ترقص 10 يعني والله. وانا قلت بقى ان مش من العدل بقى ان احنا نلعب كده انا وهو مع بعض انا وتيكو وحبشي مع بعض كده. قلت اما اكمل بقى المقطع بتاع النهارده وانا بلعب لوحدي اما نشوف ان انا محترف ولا هم بيقولوا اي كلام وخلاص. فانا جايب ابني معايا وهم عمالين بيرقصوا وعمالين بيغنوا. مش عارف ايه الارينا دي شكلها عظيم جدا من فورتنايت. يعني الموضوع جمدان. 3 2 1 يلا يا عم. يا رب اطلع من بوستر. يا رب يا رب. ده انا غلبان. يور ان ايجنت. انا ايجنت كروميت. ها يا رب. لازم بقى ايه اعمل الحاجه بتاعتي. ها فين هو الحاجه بتاعتي؟ هنا الحاجه بتاعتي. هنا لازم في اللعبه دي في فورتنايت بالاخص لازم تبقى جنب بعض يا جماعه. في ايه المشكله؟ انا ما بعرفش احفظ الارقام. فانا عايز يعني محتاجين نركز جدا 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 يعني. طيب هو الدخول من هنا. الواد ده مش بيعمل. لا بيعمل بيصلح الباتل باص. ماشي. ايه ده؟ يا اله الا الله. لا اله الا الله. صلح والنبي. ايه ده؟ مش عايز تعملها كولكت. اعملها كولكت ازاي؟ مش عايز. انا اللحظه فكرت ان انا يعني الواد انونيمس 4 راح في ده. اعتقد ان ده سلك في الريبورت لان كان معمول بسرعه. ماشي. هو بيقول 3 هو الامبوستر. فلو مش 3 يبقى هو 8. فانا هفوت على رقم 3 علشان ايه يعني كده. فين رقم 3؟ رقم 3 فين؟
انا رقم 5. انا حسيت للحظة، حسيت نفسي بتاع انت القاتل. انت هو بيرقص ليه؟ هو عبيط يا اسطى، انت بتفوت عليه، انت عبيط. ده شارب يا بامو، ده عايش في حتة تانية خالص. ها انا ناس هو ناس بتفوت عليا. 5 فوت المعلم. they were ها امباستر بالفعل. صح، انا قلت اصل لو ما كانش هو يبقى التاني على طول. وش طيب كده، فاضل امباستر وحيد. ماشي، عايزين بقى نروح، ان احنا نصلح الحاجه دي بسرعه، مش عايزين نتاخر فيها دلوقتي. بقول لك ايه، ران السبلايمنت بتاعها. ايوه ماشي، ايوه ووب انزل لتحت. بس احنا دي يعني عارف انت، تحسها مهم الدليفري اكتر. ماشي طبعا هم شايفيني وانا شايل بتاع، فايه الناس مش في اللي حصل، في اللي حصل. لا اله الا الله يا جماعه، الواد ده مش مظبوط. رقم 7 ده، رقم 7 ده مش مظبوط. رقم 7 ده اروح فين انا؟ انا مش عارف انا اروح فين. اوف البتاع، انا الكمبيوتر ده لازم يتصلح، مش عايز يتصلح يا جماعه. بيتصلح ازاي؟ اوه انت دام بتقف عليه فهو اتصلح تقريبا. يا رب يا رب يا رب ما يقتلني، يا رب ما يقتلني ابن المجنونه. انا مش عارف ليه شاكك في الواد اللي عدى من على شمالي ده. الواد اللي عدى على شمالي ده مش مظبوط. ايه ده، ده انت بتلعب جوه، عارف الزيز عامل زي مورتال كومبات. ايه كان اسمها ايه؟ والله اللعبه دي وحشتني قوي، فايترز فيرسز مش عارف ايه كده، بس هي كانت لعبه حلوه قوي. كي او انا كسبت. اوعى عملنا مهمه. ايه ده، هو ليه بيبقى فيه مهمات كتير؟ وليه ما يقولكش عليها مرة واحدة؟ هو أنا عملت لها كولكت ولا إيه طيب؟ اللعبة يا جماعة مجلتشها بجد. بصوا المهم مش عارف تعمل إزاي؟ أيوة ننزل تحت تقريبا، دي بنودي الريبورت للسبلاي. لا إله إلا الله، الواد ده هيموتني؟ مش هيموتني يا جماعة. الرعب 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 شديد أوي في اللعبة دي بجد بجد بجد، الرعب شديد أوي. ديليفر، بس عملت المهمة. الراجل ده هيموتني، الصابونة ده، الصابونة مش هيموتني. مرتاح، أنا مش مرتاح للصابونة اللي هناك. ليه 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 يا ابن الصابونة؟ يا ابن اللذينة، طب ليه كده؟ هو رقم 10 والله والله كنت شاكك فيه، والله كنت شاكك. يا دي روح بلغ عليه، يلا روح بلغ عليه، روح يلا روح يا اسطى، بلغ يا اسطى. لا إله إلا الله، يو ار ان ايجنت تاني لتاني مرة. يعني انا تقريبا حظي ان انا مش هطلع امبوستر في الخيال خالص، يعني اللي هو ايه، مش سايبينك ان انت تعمل اي حاجة. المشكلة بس عايزين نشغل التحقيقات اللي جوانا، بس المشكلة انا لسه اللعبة مش ها بالنسبة لي، فدي دي حاجة من الحاجات اللي بتودي راحت تضايق كده. انا بعمل لوجن، الباسورد بتاعي 4 2 9 7 3 تمام قوي كده. تراك تارجتس، تمام انا كده عملت لها تراك. تمام يلا نروح بقى. ايه احنا فاضل مهمه واحده بقى، مهمتين يعني، بسم الله ما شاء الله. ايه ليه انا ما بحبش الخضات دي؟ الخضات دي ما بحبهاش، الخضات دي يعني الخضه دي الخض. هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اد سام جلو. هو انا بعمل الشيستات دي اتعملت، دي اتعملت. طب فين الشريط مثلا اللي يقول لنا ده مش امبوستر؟ ده اللي فات ده مش امبوستر. هو ايه اللي هناك ده؟ هو ايه اللي هناك ده يا جماعه؟ ده واحد ده، ده واحد ميت، دي جثه تبقى كده تقريبا. رقم 10 تقريبا، كان رقم 10 ده اخر واحد انا قابلته وانا ماشي، فتقريبا ده كان رقم 10. رقم 10 لا مش رقم 10، كان انهي، كان انهي، كان واد روش كده، كان لابس ايه مش فاكر، كان واد روش. I was doing assignments. الواد بيشاور عليا، العيال بتشاور عليا، العيال بتشاور. يخرب بيت ابوك، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة. والله ما انا، والله ما انا، انا لو انا هقول لكم
ما حدش قال ان انت، عشان كله عمل ايه، كله عمل سكيب يا بام. انا مش عارف الاغنيه دي هتوديني في داهيه في اليوتيوب. انا عارف والله، طلع ده انا عارف. طيب تعالوا بقى ايه، تو امباسترز ريمينينج. يا رب يا رب، ده كده. طيب ده ده اداه التصليح، نصلح هي اصلح دي يعني. ده انت بتقفل الباب. طب والله كويس، ده بالراستر كمبيوتر. اوعى كده الكهرباء راحت للكمبيوتر، يا رب ما حد يجي يغفلني. ايوه حد هيجي، محدش هيجي الحمد لله. سبار الواد مات يعني. ليه طيب الشغل ده؟ ليه طيب الشغل انا دي دايما محتاج ان هو يتصلح. لا 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 يا اسطى، لا يا اسطى، ده انت مش بني ادم، انت مش بني ادم، انت مش بني ادم. الموزه دي كان مين؟ الموزه دي كانت مين يعني؟ يا موزه عيب، يا موزه والله ما ينفع. ده بيعمل اساينمنتس كمان على يعني، ده يقدر يعمل فيك تاسك كمان. طب الموزه دي رقم كام؟ انا كنت شاكك ايه الاشكال القذره دي. انا عارف 1 و7 كانوا مفوتين عليا. ماشي، الايجنت دي مش عايزه، والله ما انا عايزه. انا مش عارف، هو اللعبه بتجبرني ان انا ابقى ايجنت دي، او انا مش عارف ايه الماوس. يا جماعه الماوس، يا رجاله الماوس، ايوه كده الماوس يرجع كده. ماشي، بس عايزين نعمل تحقيقات بقى المره دي. او الواد ده معاه بتاع، الواد ده سيف، الواد رقم 5 ده تمام، رقم 5 ده اوكي. ماشي، اوعى حد يجي ورايا والنبي. انا اخر مره كنت بعمل فيها المهمه دي كنت بروح في 60 داهيه يعني. ربنا يرزقنا بقى، وبعيل عبيط ما يكونش عارف حاجه في اللعبه دي. ماشي، طيب احنا عملنا اول اساينمنت، نيو اساينمنت ران لود ريورد، ده اي اف كي فسيف كده. احنا معانا 5 و9 سيف، تمام كده. ناقص لا ارستور ازاي؟ اعمل ايه هنا؟ اعمل ايه؟ امشي عليهم طيب ولا اهبب ايه؟ اهبب ايه؟ مش عارف اهبب ايه. ها دي طيب، بتتك على دي. طيب انا فهمت كده. ماشي، ناقص واحدة. 10 سيف، 10 و5 و9 سيف، 10 و5 و9 دول ناس تمام، ناس تاني مش تمام. طيب وين البتاع بتاعنا؟ طيب هي ليه ما بتجيش؟ يعني محتاجين ان هم يظبطوا قوي الحتة دي قوي بشدة يعني. عايزين بس ايه، لو نقدر ان احنا نظبط الحتة دي تبقى الدنيا كلها. ايه ده يا عم، ده البتاع اللي فوق دي رخمة قوي، كل شوية عمالة بتيجي. فين بقى؟ لو لقينا دوسة حد ايه؟ لا والنبي يا شيخ، والنبي لا. واحد من السيف، واحد هو رقم واحد. انا شفته، ابو شجره اللي ادب، ابو شجره. انا باصص له، هو بيقول 3 از امباستر. مين 3؟ لا انا شايف ان هو ده، انا شايف ان الواد ده. احنا قلنا 10 و9 تمام، يعني 9 مات يا عيني. ماشي، احنا قلنا 5 برضو كان سيف، 5 كان سيف. ماشي، ام فوتنج فور 1. انت واحد مش تمام، يلا انت واحد مش تمام. ها الفوت بقى على مين؟ الفوت يا رب ارزقنا يا رب. ها الفوت يا جماعة، الفوت فوتوا. الواد 6 ده بصوا بيخرم ام واحد. هو احنا اطلع صباعي ازاي زي الناس دي؟ هو ده يا جماعة، هو ده اللي قتله، هو ابن المجرمين ده، هو ابن المجرمين. ايه ده، هو ما تفوت بقى يا عم اربعة بقى، بلاش قلة ادب بقى. بصوا هو، لا بصوا من بيهتموني انا دلوقتي، انا ما عملتش حاجة. ماشي، انا ما عملتش حاجة. ها لا ما تقولوش ده تعادل، ده تعادل، محدش هيتكتك، ده تعادل. بصوا انا برضه رافع صباعي على ربنا، بقول يا رب خدهم. ماشي، المهم ان الجيم دلوقتي بص فيه 3 ماتوا، 3 ماتوا، 4 ماتوا، 4 من اصل 10 ماتوا، يعني المفروض ان الناس تركز.
انا عن نفسي انا شايف يا تلاتة يا واحد او هما الاتنين. يا جماعة الناس دي مش مظبوطة. بصوا على فكرة هيتارجتوني ولا ايه؟ هيتارجتوني 10. احنا قلنا ان هو سيف ده نقطة ريدي. الواد ده مستني على فكرة انه يعمل بوت. هيعمل بوت دلوقتي تقريبا. عامل بوت. انا عارف. بص ايوه الو عمليات، تعالى دلوقتي عندنا حوار. ها ديسكاس بيقول ثلاثة والمصر. طب احنا هنفوت على ثلاثة يا جماعة. انا عن نفسي انا هفوت على ثلاثة. هو فين ثلاثة؟ الواد دارك جي من ده برضه. الواد ده هيفوت عليا المرة اللي فاتت وانا ما كنتش عملت له حاجة، يعني انا ما عملتلوش أي حاجة. طيب بصوا احنا ايه، هنفوت على ده. ماشي انا عن نفسي انا هقول ام فوتنج فور ثلاثة. يلا ثلاثة، هو ثلاثة وواحد ماشي. وبعدين بيقول ان سبعه مات، ان هو شاف سبعه بيموتوا في الفاكتوري. فلو ما طلعش بقى ثلاثة هنكيك مين؟ هنكيك رقم ستة ماشي. يا جماعه تعادل تاني. لا مش تعادل، مش تعادل، ده كله فوت عليه، حتى رقم واحد فوت عليه. على فكره رقم واحد ده انبسطر، رقم واحد ده انبسطر. ها ها انا صح. التارجت وور ان ايجنت. بس الواد رقم ستة، الواد رقم ستة ضروري، الواد رقم ستة يا جماعة. لو فاضل 20 ثانية هو الواد رقم ستة، لأن هو قال إن هو شافه وكان متأكد جيمين ورا بعض فوت وقال عليه وما زال. إحنا محتاجين إن إحنا نلحق يا دوبك نعمل التاسكات بتاعتنا وإلا نتسوح. أنا خايف جدا الولد ده مش هيعتقنا لوجه الله. ها فاضل قد إيه يا ابني؟ يلا يا عم انا بقى اللي اتكيت على الزرار. الو عمليات تعالوا، عندنا حوار، عندنا عركه دلوقتي مع الناس دي. يلا معاها بينا ديسكاس. انا بقول ان هو يا جماعه ان هو رقم ستة. هو فين رقم ستة؟ رقم ستة او هو الفا 8 is innocent. طب انا بفوت عليه ازاي دلوقتي وهو بيقول عليا ان انا بريء؟ طيب انا بفوت على واحد، I'm voting for واحد. انا شايف ان واحد هو القاتل بامانه. انا شايف ان واحد هو اللي مش مظبوط. لو مش واحد يبقى رقم ستة وش. بص رد عمال بيقول لا 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 يا جماعه مش واحد. البنت بتقول ان I'm voting for 10. 10 ما عملش حاجه، 10 كانت قاعده جنبي عند البتاعه. وبص بقى وسال لا ايوه يا اختي ايوه انا. You voted for master of 2020. طيب ها يلا بقى يا جماعه فوتوا بقى. رقم اربعه ده، بصوا رقم اربعه بيستهبل ازاي. بصوا رقم اربعه بيستهبل، يعني نككك. مفيش كك هنا يا ابني، عايزين نكك الراجل ده. انا كنت قايل ان خمسه سيف وفعلا طلع سيف، كنت قايل ان تسعه سيف وفعلا تسعه سيف، كنت قايل ان 10 سيف وبرضه. يعني هنشوف دلوقتي النتيجه ايه. النتيجه هي انا اللي هكك يا جماعه. انا اللي هكك. انا عملت ايه؟ انا مش عارف. حسبي الله ونعم الوكيل، في دي لعبه. انا كنت ايجنت، هم اللي كسبوا. انا عايز اعرف، بص ديفيت. انا بص واحد وسته، واحد وسته اللي هيطلعوا امباسترز. انا عايز اعرف مين الامباسترز بعد اذنك. واحد واربعه، انا قلت ان هو واحد من بدري. انا كنت عمال اقول له هو واحد.